إذن مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في، نجدد الترحاب بكم هنا بمدينة فاس. هنا الآن كنتواجدوا بالضبط في المكان الحديث اللي تعرضوا ليه ممثلي ومغاربة البارح صباح أولى أمس أو صباح أولى اليوم السبت. تعرضوا ممثلين لحادثة هنايا كما علمت شوف تي في أن فنانون مشهورون يتعرضون لاعتداء خطير من طرف عصابة بأسلحة البيضاء في مدينة فاس. وعلمت شوف تي في أن عددا من الممثلين والفنانين تعرضوا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت لاعتداء خطير من طرف عصابة بمدينة فاس. وأوضحت مصادرنا أن الفنانين الذين يصورون إحدى حلقات السلسلة الشهيرة مداولة كانوا بصدد الخروج من أحد المطاعم ووجدوا أنفسهم أمام عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء وحاولوا الهروب منهم مستعملين سيارتهم الرباعية الدعف الكاتكات، لكن أفراد العصابة قاموا بمطاردتهم بطريقة هوليودية في شوارع فاس الفارغة. وأضافت ذات المصادر أن الممثلين أثناء هروبهم من العصابة المذكورة اصطدموا بسيارة لشرطية كانت تتأهب للخروج من مقر ولاية الأمن، مشيرة إلى أن أفراد العصابة قاموا بالاعتداء عليهم باستعمال السلاح الأبيض وتسببوا في إصابة عدد منهم بجروح في مناطق متفرقة من أجسادهم. مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في كما كتشاهدوا، هذه هي البلاصة فين تعرض الممثلين المغاربة لواحد الاعتناد واحد الاعتداء عفوا الشنيع هنايا بمدينة فاس كما قال المصادر كما قالت المصادر ديال شوف تي في بأن عدد من الممثلين والفنانين تعرضوا صباح الأولى من يوم السبت لاعتداء خطير من طرف عصابة بمدينة فاس. وكما أوضحت المصادر بأن الفنانين اللي كيجاو لهنا باش يصوروا الحلقة الشهيرة ديال مداولة كانوا خارجين من واحد الريستورون هنايا بمدينة فاس ووجدوا أنفسهم أمام عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء وحاولوا الهروب منهم بالسيارات ديالهم رباعي الدفع كات كات، لكن أفراد العصابة قاموا بالمطاردة ديالهم بطريقة هوليودية في شوارع فاس الفارغة. طبعا 3 ديال الصباح ولا 4 ديال الصباح ولا 5 ديال الصباح أكيد أن فاس كانت خاوية. كما أضافت المصادر ذاتها أن الممثلين أثناء هروبهم من عصابة المذكورة اصطدموا بواحد السيارة ديال واحد الشرطية كانت تتأهب للخروج من العمل ديالها من مقر ولاية الأمن، مشيرة إلى أن أفراد العصابة قاموا بالاعتداء عليهم، بمعنى أنهم راه ضربوا ديك الممثلين باستعمال السلاح الأبيض وتسببوا في إصابة عدد منهم بجروح في مناطق متفرقة من أجسادهم. هذا هو المكان كما كتشاهدوا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تي في في هذه البلاصة هذه. وصل هاد البلاصة وقفوا تا لهنايا الممثلين اللي كانوا في السيارات ديالهم وصل هاد البلاصة هادي. كما قالت مصادر ديال شوف تي في بأن العصابة تبعاتهم وصل هاد البلاصة لهنايا وما كانوا هربانين منهم وتبعاتهم لهنايا كما كتقول المصادر.
مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تيفي، غادي نعاود نقرا عليكم الخبر على المباشر. فنان مشهور يتعرض لاعتداء خطير من طرف عصابه بالاسلحه البيضاء في مدينه فاس. علمت شوف تيفي ان عددا من الممثلين والفنانين تعرضوا في الساعات الاولى من صباح يوم السبت لاعتداء خطير من طرف عصابه بمدينه فاس. وأوضحت مصادرنا أن الفنانين الذين يصورون إحدى حلقات السلسلة الشهيرة مداولة كانوا بصدد الخروج من أحد المطاعم ووجدوا أنفسهم أمام عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء وحاولوا الهروب منهم مستعملين سيارتهم الكاتكات، لكن أفراد العصابة قاموا بمطاردتهم بطريقة هوليودية في شوارع فاس الفارغة. وأضافت ذات المصادر أن الممثلين أثناء هروبهم من العصابة المذكورة اصطدموا بسيارة لشرطية كانت تتأهب للخروج من مقر ولاية الأمن، مشيرة إلى أن أفراد العصابة قاموا بالاعتداء عليهم باستعمال السلاح الأبيض وتسببوا في إصابة عدد منهم بجروح في مناطق متفرقة من أجسادهم. إذن مشاهدينا متتبعينا على الصفحة الرسمية شوف تيفي، كما تابعتيو معنا وسمعتيو الخبر ديال تعرض الفنانين هنا بمدينة فاس لاعتداء من طرف عصابة مجهولة. نضربو لكم موعد آخر في بث آخر من مدينة فاس، ما تمشيو بعيد، خليكم معنا، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.